مشارك. مكافين اكيد مع الفنانه هدى سعد. هدى كنت عم تحكي عن اللوك وعن كل هول. انا حابب هيك لكم شغله بما انه اللي ما بيعرفوها اكيد في كثير عم بيحضرونا. قبل ما تجي كمان كنا عم نسمع في فنانه جديده هدى سعد صوتها كثير حلو وكثير من العالم اكيد ناطرين يسمعوا صوتك. ما حاطلب منك هلا تغني لانه بصير الحلقه حنغني. خبرينا هيك اكثر قد ايه كمان بالالبوم تبعك عندك 10 اغاني اللي منوعه فيها ان كان خليجي لبناني ومغربي ومصري. هل كمان هيدي استراتيجي او يمكن طريقه كمان تقدري ترضي جميع الاذواق وتقدري تفوتي كمان بفرد البوم او من اول البوم على كل البلدان العربيه؟ انا حبيت انه اشتغل البومي بالشيء اللي انا بحبه كمان. يعني انا بحب اغاني الخليجي، بحب اغاني اللبناني، بحب اغاني المصري، بحب اكتب والحن. فحبيت اعطي تعريف صغير عن هدى سعد من خلال وان سي دي. ان شاء الله يكون عجبهم الشيء اللي انا عملته. مبدئيا لغايه هلا عبر الانترنت او عبر الرسائل اللي انا بتجيني انه الناس كثير مبسوطه من هالسيدي وانه مش 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 غريب. او عبر الالبوم كمان اللي كان بدك تشتريه وما لقيته منه بالسوق واللي في كثير عالم عم بتسائلوا. لانه اكيد الالبوم حيكون متواجد بالسوق بما انه اول نسخه تقريبا كمان عم تكون خالصه، بس اكيد الالبوم كثير حلو كثير مميز. نحن اكيد حنكون متابعين حديثنا مع الفنانه هدى سعد بعد ما توقف مع بريك. تابعونا. جو مثل ما قالت هدى كان نحن اليوم رح نتابع حلقتنا مع ضيفتنا يلي هي هدى سعد. هدى بنعرف انك جايه من المغرب واجمالا بالمغرب العربي بتحس الموسيقى يلي بتتميز فيها هالمنطقه من البلاد العربيه كثير حلوه لما بتجمع بين الغرب والشرق. يعني بتحس في بالموسيقى تبعكم في مزيج كثير حلو بين الموسيقى الغربيه والموسيقى العربيه. قد انت تاثرتي بهذا الشيء؟ المغرب عنده تميز انه بيشمل عده موسيقى العالم كله. صحيح. يعني فينا ممكن تقول جاز على اسبانيش على فلامينكو على هندي. صحيح. لانه في عندنا كل مناطق، وبعدين عندنا في المغرب كل منطقه عندها لهجه خاصه الامازيغيه والريفيه فكل واحد عنده موسيقى، فهذا الشيء بيعمل خليط كثير حلو. هذا الشيء اللي بيخلي الموسيقى المغربيه شويه صعبه بالنسبه للعرب. هلا صعبه بس حلوه. وبنعرف انه بالالبوم تبعك في اغنيه الفتيها، هل الاغنيه اللي الفتيها ولحنتيها هي مغربيه او هي اغنيه باللهجه السلسه السهله مغربيه؟ اكيد مغربيه. انا طبعا مغربي. فينا نسمع شوي من نشر اسمها الاغنيه؟ اسمها ما تفكرنيش. ما تفكرنيش كثير من كلمات والحان هدى سعد. خلينا نسمعها هلا. اوكي ان شاء الله تعجبكم لانه كلمات ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرماليك شوف الفاين وصلتيني، اللي بيا جرح كبير انت سبابه، نصبر حالي بالنسيان يداويني. ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرام عليك شوف الفاين وصلتيني، اللي بيها جرح كبير انت سبابه، ونصبر حالي بالنسيان يداويني. يعني اكتشفنا فيك مش بس موهبة الغنى والصوت، عن جد كلمات وألحان هدى أول تجربة لألك. في الكتابة أنا عندي كذا، عندي كتاب كل يوم بكتب شيء. طب هل هيدي الغنية هيك شوي ثقيلة عن هيك تجربة شخصية أو شو؟ طبعا بتعرف إن الواحد لما بيكون عايش في الغربة فبيكون عنده اصحاب كثير، ممكن يجي حدا يحكي لي عن موضوع مثلا ياثر فيها لانه ما فيش حدا، ما فيش انتوراج، ما فيش اهل، فاي احد بيكون عنده معاناه خاصه بيوصلك اكثر. كثير حلو الاحساس، كثير واصل وكثير دافئ صوتك. هذا الشيء اكيد عم بيخلي كل المعجبين وكل المحبين هدى سعد يتصلوا. وانا كمان اتصال. شو رايك هدى انت تقولي الو؟ الو الو مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ كيفك هدى؟ الحمد لله بخير. أنا سفيان من الجزائر. أهلا وسهلا فيك. أول شيء بدي أقول لك مبروك على الألبوم ومبروك على الكليب الجديد. الله يخليك. ميرسي كثير. ميرسي. إن شاء الله يكون عجبك. بدي أكيد أكيد كثير كثير عجبني، بس بدي أسألك أي كليب بدك تصوري ومع مين؟
اوكي رح نجاوبك على هذا السؤال. فينا نجاوب اكيد. تفضلي هدى. الكليب الثاني احنا هلا عاملين فوتينج على الانترنت لانه صار عندي فانز عملوا لي زيت اوفيسيال جروب يعني فان كلوب وعاملين شابتر للفوت. اوكي فهلا لغايه هلا رح نشوف مين الاغنيه اللي رح تكسب الرهان وهي اللي رح تتصور ان شاء الله. يعني اذا انتم حابين اغنيه معينه من البوم هدى سعد تتصور بتفوتوا على الويب سايت تبع الفان كلوب تبعها وبتعملوا فوتينج لاي اغنيه حابين تشوفوها مصوره. هدى شو الويب سايت اللي فيه www.hudasaad.co.cc. اوكي هيدي من co.cc. هيدي من المجهود الخاص اللي عمله فهد الهاشمي اول فان لإلي في العالم العربي. اوجه له تحيه واقول له ثانك يو فيري ماتش. تحيه اكيد لفهد ولكل معجبين هدى سعد واكيد على هالويب سايت فيكم صوتوا معنا. اتصال. الو. الو مساء الخير، مين معنا؟ مساء النور، معك حنان من الجزائر. حنان كيفك؟ في عندي ناس من الجزائر. الحمد لله كل شيء تمام. بدي اقول لكم منورين. هاي نيكولا وهاي الفنانة هدى سعد منورة حبيبتي. هاي ميرسي كثير. شو اسمك؟ الف مبروك على الكليب والف مبروك على الالبوم. الله يخليكي، ميرسي كثير وان شاء الله يكون عجبك ويكون عجب كل الناس اللي سمعوا. بعقد وهذا الشيء مش غريب عن المواهب الشابه يلي ببلاد المغرب العربي وخاصه بالمغرب يلي فيه ما شاء الله فنانات كثير كبار. الفنانه سميره سعيد والفنانه حسنه وانت كمان ان شاء الله يا رب خطى كثير متميزه وان شاء الله من نجاح لنجاح. الله يخليكي حبيبتي، ميرسي على اتصالك وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم على طول يا رب. وما على فكره حنان مش قلته دائما، يعني منطقه المغرب العربي هي منطقه كثير غنيه بكل انواع الفن اجمالا. هدى غنيتك فيها كثير يلي مألفتيها انت وملحنتيها فيها كثير نوستالجيا، فيها كثير حنين. قد ايه انت بطبيعتك انسانه هيك بتحني اذا بدك للماضي؟ قد ايه انسانه بتتاثري بالامور؟ او انا كثير حساسه، انا اي ممكن معاناه شخص يكون قريب مني او مش قريب مني تاثر فيها. فهذا الشيء اللي بيخلي الحنيه تطلع من صوتي لانه كثير في ممكن يكون صوتي ما فيهوش طبقات عاليه بس في كثير فيلينج، في احساس، في كثير فيلينج وهذا نبع طبعا من الغربه، من البعد عن الاهل، عن تجربه شخصيه. تجربة شخصيه اكيد. طبعا والاتصالات اكيد بعدها مكفيه معنا. الو. الو مرحبا، مين معنا؟ الو هاي. الو يا انت معنا حميده من الجزائر. ايه يا هدى معجبين من الجزائر. يلا هدى معنا يا حميده. ممكن عشان اغنيه ما تفكرنيش على ستيلها راي. الجزائريين ما شاء الله عليهم بالراي يعني. صحيح. الو. الو شو اسمه؟ حميدة. حميدة بونسوار. صباح كيفك؟ حميدة بونسوار. صباح إتوا. الحمد لله كله تمام. عجبك السي دي؟ سمعتي؟ حبيته بزاف. الحمد لله الحمد لله. ايش من اغنية عجبتك فيه؟ اي اغنية عجبتك اكثر؟ نقطع الاتصال. حميدة بطلت معنا. نحن بدنا نذكر وما قلتش اسم الاغنية عجبتها. ما قلتش، ما قلتش. نيكولا بيحكي جزائري على فكرة. ربع جزائري اليوم راح يصير يحكي جزائري. ما نذكر نحن بالويب سايت www.hudasaad.co.cc واكيد هذا احد المعجبين عامل لك هالويب سايت. لكل اللي عبالهم يصوتوا للكليب الجاي، اي اغنية عبالهم يشوفوا كليبها اكيد فيهم يصوتوا بهالويب سايت. بهالويب سايت ورح نقول الو. الو رح نقول الو بعد ما هلا بتقولي الو. امينه من الجزائر. امينه من المغرب. من المغرب. لا انا من المغرب. من المغرب. سلام عليكم اخباركم. امينه. امينه هدى معي. بصور امينه. ايه هدى كيفك حبيبتي؟ لاباس عليك؟ مغربي لاباس الحمد لله. لاباس عليك. ربي يخليك سيدي. مبروك عليك وان شاء الله تكوني احلى نجمه في العالم العربي وتكوني النجم من نجوم العالم يا ربي. الله يخليك مريم. ميرسي كثير، ميرسي كثير. ان شاء الله يكون عجبك السي دي وانا ان شاء الله حكون جديه واقدم كل ما هو افضل للجمهور العربي. انا احسن من السي دي. سؤالين. امينه بس عليك. لا قلت لك انت سيدي مزيان بزاف. سمعت مزيان بزاف يعني حلو كثير. مزيان بزاف سمعت كل شيء وانت بعد احلى من سيدي. الله يخليك شكرا لزوجك. ميرسي كثير مريم. اوكي ممكن نقول هاي لنيكولا؟ اكيد. امينه تفضلي.
ايه نيكولا، اول شيء ميس يو سو ماتش، مشتاقت لك موت لانه صار لي كثير مو شايفه روتانا. اوكي، وانا كمان مشتاق لك يا امينه، صار زمان ما سمعت صوتك. والله مشتاقت لك كثير ومحلي، وشو عملوا له؟ شو عملوا له؟ برافو، عيونك الحلوين، عيونك الحلوين امينه. يعني مع وجود هدى بالحلقه، مع هدى بالحلقه وانت على التليفون اكيد بده يصير احلى. ثانك يو على اتصالك. تسلموا والله، تسلموا. امينه عندك شي اغنيه معينه بتحب تسمعيها؟ امينه عندك اغنيه معينه بتحب تسمعيها من هدى؟ ايه لا، انا حبيت كثير هالغنيه اللي هلا بتفكر. ما تفكرنيش. انا كمان.